مازال تماطل ومازال انكار عدم تنفيذ اوامر الملكيه، وتنقولوا لهم هذا المنبر. لكن ملي كنتوا واقفين كانوا عيطوا عليكم، شنو داز في الجلسه؟ الاجتماع كان، حنا حددنا الاجتماع قلنا لهم كنا غنجلسوا معكم لتنفيذ اوامر الملكيه، شي حاجه اخرى ما تنجلسوش عليها. صافو وتفضل الاجتماع. دابا شنو الطلب ديالكم لاعلى سلطه؟ الطلب ديالنا هو ان تنفيذ ما تبقى من الدوله الملكيه هو العقد البيع بين الوكاله وبين الوكاله والساكنه ديال حي الترايور الى جميع مراحل داس ديال البيع، من قبول طلبات البيع وتحديد الثمن. والسيد الله ينصرو عطى التعليمات للحاميه العسكريه بمدينه قنيطره بتخفيض 50% بالنسبه لارمي الشهداء درب الرمزي. شنو كيقولوا؟ مازال شي حاجه اللي هي رسميه ما كايناش. مره امس كنت القارب تيقول لك الضحى كاينه، الضحى مشات وكذا بروجي. حنا تنقول لهم تنفيذ اوامر ملكيه وما غنتنازلوش. كاينه شي ورقه كيعطيوها لكم تثبت ما ياخذ؟ لا ما تيعطوش، يعطيو هضروا حتى للمحاضر تبغيش يبقاو معنا المحاضر تتهربوا من المسؤوليه. إن هما خاصة الوكالة السكنة العسكرية دائما تتهرب من المسؤولية. إن نعطيك مثلا شارع الجيش الملكي، غتفوتوا الديور، تخرجتنا نوت 2001 ديال 2001 طما الكبرى، تفوتوا الديور 10 ديال الساكنة تماك، تفوتوا 8 ديال المتقاعدين الخدامين منهم ضباط التسامون، وجوج أرامي الشهداء ما تفوتوا لهمش، علما أنهم أرامي الشهداء ودوموا الذكرى الملكية وضعها ديال درب الرمزي طبقا الأوامر الملكية ما تفوتوا لهمش. طبيب الحافي مدينة قنيطرة عطاو مثلا لافيتو لافيلو تعطاو الجينيرال معنا في البيفي المحضر، شارع الجيش الملكي تو معنا في بيفي المحضر، إلا حي الترايور اللي كانت فوت ديالو ساري من الفعول ديالو يعني غادي، إلا من دخلتي للبيت العقارية تغيرات. شنو في نظرك اللي ما خلاهمش يعني نتوما يديروا معكم الإجراءات؟ ما بغاوش دخلوا فيها اللوبيات، ولات تتبين لهم الربح مع اللوبيات العقارية، وعلما أن الساكنة هذه ديال حي الترايور راه تفوت الساكن العسكري غادي يخلصوا، ما غاديش يعطيوها لهم فابور. تبقى الاوامر الملكيه طبقات وتخفيض ديالها 50% اللي تقريبا 2000 درهم متر كاري، يعني غنخلصوا، ما كاينش حاجه هي فابور، يعني راه ماشي هما بغاو يديروا يدوهم على اللوبيات العقاريه ويشوفوا داك الشيء بيناتهم. ساكنه نفس السكن العسكري تنطالبوا بالحق ديالنا، وقفنا وعاود وقفنا وقفنا وما عطاونا حتى شي حاجه. حنا عايشين مكرسين، الرجال ديالنا دوزوا الصحراء وتكرفسوا وتعذبوا، وعندنا المرض في الدار ولا ماندا زينه لا عيشه زينه لا حتى شي حاجه. حنا تنطالبوا دابا غير بالتنفيذ ديال القرار تاع الملك نصره الله الحسن الثاني الله يرحمه، صنع له القرار، ومحمد السادس نصره الله تا هو صنع القرار وما شلنا حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ما شلناها. كاين تماطل بزاف هاد عملات الشهيد مات في الصحراء، وسيدنا سلم لينا وعطانا الحقوق ديالنا، وهاد الناس تيتماطلوا علينا ما عطاوناش حقنا، ما عرفونا لا حنا ولا ولادنا، ودابا تيطلبونا بالافراغ. بغينا السكن ديالنا كيف ما سيدنا سلم لينا درهم رمزي، وحنا الشهداء لا ما داروا معنا حتى حاجه، ما داروها معنا، درنا ديك الوقفه ما داروا معنا حتى حاجه، ودابا تنطلبوا من صاحب الجلاله هو يشوف فينا بعين اعتبار. وتنتمناو لينا والمتقاعدين اللي كل شيء مريض وكل شيء تيشرب الدواء، اللي مات مات واللي قعد قعد واللي ولاده سميتو يشوف الجميع، كل شيء مريض. ودابا تنطلبوا من صاحب الجلاله يشوف بينا بعين اعتبار، لا الشهداء ولا التقاعد. حنا جينا اليوم باش نوقفوا هذه الوقفه احتجاجيه فيما يخص تسليم السكن اللي قاطينيه لسيدنا الله ينصرو. هذه واحد العدد ديال السنوات وحنا كنتسناو تسليم السكن اللي قاطينيه، ولكن حنا دابا غادي كنجريو ال 20 سنه وحنا كنتسناو، لا فايده من هذا السكن هذا، ولكن حنا كنوقفوا حنا والارامل وارامل الشهداء وذوي الحقوق كلنا كندو بهذا الوكالات السكن والجهات العسكريه اللي خلاتها بالملفات ديالنا في الرفوف ديالها ما يزيد عدد كما قلت على ازيد من 20 سنه، وحنا كنتسناو الى يومنا هذا. ولهذا هذه الفئه هذه اللي فنات حياه الشباب ديالها من اجل هذا الوطن. وفيما يخص هذا التسليم ديال السكن، لا شك ان ما نقولوا على اننا ما حناش واقفين هنا غير واقفين هكذا، ولكن واقفين بواحد العدد ديال المطالب ديالنا، واحد العدد ديال المطالب اللي حنا صيفطناهم فعلا، وكانوا وصلوا لاداره الدفاع الوطني. من اداره الدفاع الوطني مشاو الوكالات السكن والتجهيزات العسكريه اللي باقيين لحد الان في الرفوف ديال الوكاله بدون اي شيء يذكر. ولهذا حنا كندو وحنا كمتقاعدين عسكريين
حنا ما بغينا الا التطبيق ديال الدوريه الملكيه اللي هاد الدوريه هذه ما يزيد على 20 عام وحنا كنتسناو كنتمناو من المسؤولين ياخذونا بعين الاعتبار وياخذوا هاد المطالب ديالنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب أو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.